غزالة تعيش، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ جيت نطلع لكم من هاد السطوري هادي وسط الخدمه عشيش نقول لكم بواحد كميه الحب في واحد التعليق في البوست اللي حطيت لكم البارح، اللي فريمون شوكوني وصدموني. ما كنتش متوقعه داك الحب كامل، وان الانسان ما كيعرفكش غير كيتابعك وكيتمنى لك الخير ويشوفك بخير ومزيان وفرح لك، راه اكثر من شي حد اللي من لحمك ودمك كيفرح لك بهذه الطريقه وما كيعرفكش، راه شي حاجه اللي كبيره بزاف كبرت في عينيا. باش نقول لكم انا راه ما عنديش مشاكل مع راجلي، راه حنا بخير وبلا خير، حنا راه 10 ديال السنين، هو كيعرفني وانا كنعرفو، يعني ما كاينش شي سبب اللي يقدر يفرقنا واخا مع شنو يكون، لحقاش حنا يعرفني هو شنو كنسوى وانا عارفه شنو كيسوى، يعني ما كناش كنبانو بجوج، يعني نظرا على اننا كنحتفظ بحياتي الشخصيه اللي بوحدي اللي حنا بجوج، راه نهار بدينا كنبارطاجي حياتنا الشخصيه بيناتنا الا وقعوا المشاكل في وصلاتنا والحريره حامضه خلو مراكشيين. داكشي علاش انا تنقول اللهم حي النهار الاول عرفتوني انا، شفتوني انا، يعني كتبعوني انا، ما فيها باس. راجلي بعيد ما يمكنش يبان معايا في روتينات، ما يمكنش يبان معايا في هادي، كنقول خلي شي حاجه ديالتي كيما واحد السيده كتبت واحد كومون.